الكنيسة لا تقبل الهرطقة لأنها كنيسة مقدسة بإيمانها النقي. نقول الكنيسة المقدسة الجماعة الرسولية، يبقى في إيمانها النقي تقدم إيمان نقي، عشان كده كنيسة مقدسة. لكن لما أريس يجي يعلم تعليم غير نقي، نقول له لا يا أريس، مش هتنفع التعليم دي معانا. تقبل الإيمان السليم ولا تخرج بره الكنيسة؟ يبقى لازم الكنيسة تبقى نقية في إيمان. لو في عضو لإما إيمانه غلط لإما سلوكه غلط، لازم يخرج بره الكنيسة عشان ما يفسدش الكنيسة. فالكنيسة أخرجت أريوس من شركة الكنيسة، وأخرجت خاطئ كورنثوس في كورنثوس الأولى 1:5، والقديس بولس قال يسلم مثل هذا للشيطان، يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. شوف الهدف ايه بقى، مدام سلوكه كان خاطئ، الأرثوبراكسية بتاعته، ما احنا عندنا الأرثوبراكسية الإيمان السليم، والأرثوبراكسية يعني البراكتس، يعني الأعمال، يعني الحياة. طالما حياته فيها خطية، والخطية دي بقت معروفة لدى الجميع، لو قبلناه يبقى هيفسد الكنيسة. فالقديس بولس قال يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب، وتظل الكنيسة كنيسة مقدسة في إيمانها وفي أعضائها، ونحافظ على الإيمان. لذلك كلمة excommunication يعني بره، كلمة ex اللي جاء من exit يعني بره، والcommunity يبقى excommunicated يعني بره المجتمع الكنس. القديس مثلا كيرلس الكبير عمل 12 حرب، محروم من لا يعترف أن العذراء هي والدة الإله. هل أحد يقدر يجرؤ النهاردة يضم كنيسة لا تعترف بأن العذراء هي والدة الإله؟ هنروح فين من حرمات القديس كيرلس الكبير عمود الدين؟ فالموضوع مش بهذه البساطة. نتفق على الإيمان، وأهلا وسهلا نكون كلنا فرحانين بالإيمان الواحد والوحدة الحقيقية.